ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. حنا كنتواجدوا بمنطقة ولاد حدو في ضيعة السي إسماعيل. إلا بغيتو تعرفوا واش عنده الرخا ولا الغلا أجيو معايا. السلام سي اسماعيل، بخير؟ مرحبا سيدي، احنا جينا عندك الضيعه. الله يودي، مرحبا بكم. قول لي اخويا، كاين شي غلا ولا شي رخان؟ الناس مسكره كيسولوا ومهمومين. بالنسبه للاثمان ديال هذه السنه، كاين واحد الغلاء في الاسعار اللي كيتقدر بواحد 1000 درهم على السنه الماضيه. ما بالنسبه لهذه الضيعه ديال اسماعيل، فاحنا قررنا اننا نستوردوا هذه الاغنام الاسبانيه باش نحاولوا نساعدوا في هذا الغلاء ديال الاسعار، باش انه المواطن تقدر توصل ليه واحد الاغنام بواحد الثمن اللي هو كيتراوح ما بين 1500 2000 درهم حتى 3000 درهم، اللي ما كتواجدش في السوق المغربي هذه السنه. دابا انتم كتبيعوا الكيلو ماشي؟ حنا كنبيعوا الكيلو. شحال الكيلو؟ 52 درهم، اللي تقريبا الا ضربتيها في الميزان ديال 30 حتى 35 كيلو كتعطيك في هذه الناحيه تقريبا كتعطيك ما بين 1500 1600 1700 درهم لو ماكسيموم، الكرو ماكس. ودابا هاد يعني هاد الغنم اللي كاينه دابا ماشي ديال المغرب، هادي هادي يعني اغنام مستورده من اسبانيا. لاغاز ديالها معروفه وسميتها ماغينوس. بالنسبه للثمن ديالها فهو ثمن مرفق. اللي خلاه يولي ثمن مرفق هو هاد المعاونة أو هاد الاستفادة اللي خرجتها الحكومة. يعني استفدتي انت من؟ لا، أنا مازال ما استفدتش، وإنما حنا عندنا وعود بالاستفادة ديال 500 درهم على كل خارو. هذا هو اللي المجال ديال الفلاحة لونسا. ما كنظنش أنه كان ممكن نوصلوا لهذا الثمن ديال 1500 يعني 2000 درهم من غير المساعده يعني ديال الدوله. يعني كون ما كانتش غيكون اغلى من؟ ماشي ما كانتش، مستحيل توصل لهذ الاثمنه هذه السنه في العيد. انتم الثمن ديال الكيلو ديروا فيكس ولا على حساب ان من يقرب العيد انكم تنقصوا شويه؟ لا، احنا هذا واحد لامبورطاسيون اللي كاين حساب، كتحسب شحال استورتي هذه الاغلام، كتزيد واحد لامارج بينيفيسير اللي محدده، اللي هي كتراوح ما بين 200 حتى 150 درهم عن كل خروف. وكنظن انه هاد لا مارج بينيفيسير ماشي شي مارج كبيره، اللي كتراوح ما بين 5 حتى 4%. ما كنظنش انها غادي تدير واحد الاشكال للانسان اللي باغي يدير اضحيه ب 1600 درهم حتى 2000 درهم حتى 2500 درهم، لو غرو ماكس اللي هو 3000 درهم. يعني انتم هاد الاضحيه، يعني الخروف الواحد ما كتفوتوش في الرباح فيه 200 درهم؟ 200 حتى 150 درهم، 150 حتى 200 درهم ماكسيموم. ماكسيموم شي واحد الباج، وان الناس كيقولوا بانني كتقولوا انتم كاين ديال 1500، ملي كيجيو ما كيلقاوش ديال 1500. مرحبا. بالنسبه للاغنام اللي عندنا في هاد الضيعه، كيكونوا بعض الصفحات كيديروا لها الاشهار، وكذا الصفحه ديالنا كدير لها الاشهار، وكان واحد الفيديو خرج ديال 1500 درهم الخروف. انا باقي كنقول في 1500 درهم الى دابا. واحد الخروف اللي كيغسل في الميزان 30 كيلو شحال غيدير؟ 1500 درهم. يعني كتجي كتعزل الخروف اللي كاين في الميزانيه ديالك انت، الجيب ديالك. الا في الميزان ديالك انك تقدر تعيد على خروف اكثر من 1500 درهم غتلقاه. بغيتي ديال 1500 كاين، بغيتي ديال 1800 كاين، كاينين جميع الميزانيات على حساب الجيب ديالك. تحياتي. شكرا. تحياتي. جزاك الله خير.